نشوف حالة. فاكرين زبيدة اللي هي الأستاذ عمرو أديب والجماعة بتوع بي بي سي، وهو الآخر وصلتها تظهر قدام حضراتكم. زبيدة دي حالة كبيرة من حالات الجدل دلوقتي موجودة على شبكات التواصل الاجتماعي وهو الآخر، وكان زميلنا الأستاذ عمرو أديب عمل معاها اللي هي دي، عمل حوار بعد ما البي بي سي قالت إنه زبيدة يعني مختفية قسريا وهو الاخر وكده. ايه اللي حصل دلوقتي؟ اللي حصل انه في جديد في صحيفة صوت الامة، بشكرهم جدا الاستاذ عادل السنهوري رئيس التحرير ورئيس التحرير العام الاستاذ دكتور عبد الحليم قنديل وزميلنا الاستاذ احمد عرفة. انا عاجبني اما الصحفي يبقى قاعد كده ما بيلعبش. احمد عرفة ما لعبش. احمد عرفة قال لك ايه؟ قال لك هي مش زبيدة دي ولدت؟ وقالت انها ولدت في مستشفى كذا. وصل للدكتور اللي ولد زبيدة، اللي ولد زبيده. يعني ده طرح جديد يضاف الى الحاجات بتاعه زبيده. والدكتور معانا ولا احمد عرفه اللي معانا؟ طيب دكتور محمد ابو السعود اللي ولد، او دكتور الولاده اللي ولد زبيده، واللي قال في تصريحات خاصه لصوت الامه لزميلنا الاستاذ احمد عرفه، بشكره شكر جزيل عليه. برحب بيك يا دكتور واسف لازعاج حضرتك في يعني في هذا الصباح. أنا اهلا استاذ جابر، ازاي حضرتك يا فندم؟ الله يبارك فيك. الكلام اللي حضرتك قلته في صوت الأمة صحيح؟ طبعا طيب. انا فوجئت لما شفت البرنامج بتاع البي بي سي. ويعني انا اتخذت. وبعدين لما شفت الاستاذ عمرو اديب في البرنامج بتاعه. على ما قلت لبنتي ده انا اللي مولدها، انا شفتها قبل كده. تمام. وشفت زوجها. وانا كنت متابعها 9 اشهر. يعني ده زوجها يا فندم؟ ايوه. هاتوا الصوره يا شباب بتاع زوجها برضو معانا. يعني ده زوجها، يعني ده مش الكلام اللي هي ده مخبر في الداخليه وجبناه وركبناه وعملناه وجبنا طفل من مش عارف ايه وركبنا الدنيا وبتاع وكلام من دوت ولا اخر. يعني حضرتك بتؤكد؟ بتؤكد. ده مدرب كوره وانا وانا عارفه 9 اشهر يعني، وراجل محترم على فكره. مش حلوه دي معلومه جديده ان هو مدرس تربيه رياضيه؟ لا مش مدرس، مدرب كورة. مدرب كورة يعني. أنا هو قال ان انا عندي محلات او عندي حاجة كده او بتاع، لكن حضرتك مدرب كورة. كويس قوي. ومن اي منطقة يا فندم؟ انا عندي عيادتين، عيادة في المهندسين وعيادة في الوراق. هو كان بيجي لي في عيادة الوراق. تمام. وهو من فيصل يعني. من فيصل. انا اعرف اسرتهم كلها. كويس قوي. كويس قوي يعني. انا تقريبا طبيب الاسره بتاعتي. مش عارف الشاشه قدام حضرتك يا فندم دلوقتي ولا هو ده الوالد اللي هو قالوا ان هو الداخليه وظفته وهو الاخر. حضرتك بتؤكد دلوقتي؟ لا ده مدرب كره قدم ودي زوجته. أيوة. فعلا. وجم لحضرتك العياده والعمليه اتعملت امتى وهي ولدت امتى يا فندم؟ 1/2 واول الشهر ده في مستشفى الفتح في الخلفاوي. اول فبراير في مستشفى الفتح في الخلفاوي. ايوه. ده كلام في منتهى الاهميه. ولد. سميته ايه يا فندم انت موجود؟ سميته حمزه. حمزه ماشي. هي قالت كده برضه عشان هو اسمه مميز يعني. تمام. وهي اسمها زبيده، اسمه مميز برضك. ما عندناش زبيده كتير يعني. في الحالات. هل تفتكر اسمها الكامل يا فندم؟ لا انا فاكر انها زبيده. لا مش فاكر اسم باباها يعني. لا اصل هو قيل ان هو لا متجوزها ولا حاجه وانه جايبين البتاع وعاملين لا 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 وهو الاخر وكده. فانا بتكلم ده كويس. كويس ان حضرتك ده بعد جديد. الطبيب الذي قام باجراء الولاده عمليه الولاده او المشرف على ولاده زبيده بطله اختفاء القصري، فده شيء مهم ان حضرتك يعني. انا بشكر حضرتك عليه. انا بشكر كمان زميلنا احمد عارف انه وصل لك يعني انه قادر يوصل لحضرتك يعني في هذا الاطار. يعني حضرتك بتنفي تماما انه ده جواز كوليشن كان كده؟ لا الناس متجوزه. لا 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 لا. وحضرتك تعرف العيله كويس؟ اصل اجراءات كمان دخول المستشفى دي بتبقى اجراءات موثقه. اجراءات موثقه. التذكره بتاعتها فيها البطاقه بتاعتها والبطاقه بتاعته. واخد بالك ازاي؟ يعني انت عارف يعني مين جوزها بالظبط يعني؟ يعني عارفه اسمه ايه بالكامل يا فندم؟ اسمه ايه بالكامل؟ ايوه. هو اسمه ايه بالكامل؟ لا اسمه سعيد. زوجها سعيد. برفقة زوجها سعيد. سعيد بس. بس مش عارف، مش فاكر سعيد ايه. تمام. وانها ظلت بالمستشفى يوم واحد. عارفه كويس. خرجت من المستشفى في نهايه اليوم وطلبت من زوجها ان يتم تسميه المولود محمد، لكنه قال لها لا ده عايزه يسمى حمزه، صح كده؟ لا هو انا لما بكون بتابع حد وبعدين بقول لها جيبي محمد، فقالت لي اسميه حمزه يعني. تمام. واخد بالك ازاي؟ تمام. يعني
طب يعني حكي لحضرتك بتكذب كمان البي بي سي في هذا الاطار؟ طبعا طبعا قولا واحدا وقول زور طبعا طبعا والمفروض ان احنا ناخد حقنا من البي بي سي طبعا. شايف ان العمليه يعني لا متفبركه ومتفبركه بسوء يعني؟ اكيد طبعا متفبركه بزور يعني. طبعا طبعا ولازم احنا ناخد حقنا من بي بي سي. تمام، انا بشكر حضرتك يا دكتور محمد، شكري جزيل. ده بعد جديد من قضيه يعني لو هيئه الاستعلامات تضيف ده للمداخله دي في حد ذاتها دي مهمه يعني، ضيفها بقى للملف بتاع كل يوم يطلع حاجه جديده يعني. هي فكره انك انت الصحافه عندنا مش صحافه نايمه برضو، لا والله والله العظيم عندنا ناس. احمد عرفه اللي عمله ده بيفيدنا في بعد اخر من القضيه. ما زي ما اقول لحضراتكم كده، انا مبسوط ان احمد عرفه. استاذ عادل سنوري ايدك كده في 500 جنيه وادهم لاحمد عرفه عشان الموضوع ده. الموضوع بتاع في خبر برضو عن البي بي سي هيظهر لحضراتكم دلوقتي. البي بي سي طلعت تقرير يوم الاربع قالت لك انه في حالات تحرش في الاماكن المقدسه. السعوديه النهارده طلعت كذبت هذا الامر، وناس من السعوديه وناس مشرفين على الاماكن المقدسه السعوديه تهاجم بي بي سي بعد قرار عباره تقرير التحرش الجنسي في المسجد الحرام. هتلاقوا حضراتكم يعني هو الخبر مش قدامي، لكن ده كويس انه جبتوه عن صدى البلد ماشي الحال. لكن الخبر انه الداعيه الاسلامي السعودي خالد الشايع التقرير بتاع البي بي سي انه قالت انه في تحرش جنسي بالنساء في المسجد الحرام، وانه الاساءه دي الاساءه دي برضه ساقطه بهنيه ويعتبروها ان لا اخلاقيه وهو الاخر وانه بيخالف المعايير المهنيه وانه بيخالف. اولا هو ما جابلكش برضه، هاتوا لي الورقه يا شباب لو عندكم، ما جابلكش برضه المساله رايحه فين وجايه منين. يعني هو ما قالكش والله يا جدعان ده امر ده محتاج فكره، الامر ده محتاج لا محتاج هزه. لا السعوديه نفسها لما يجي البي بي سي وتعمل تقرير وتقول لك والله التقرير ده بيقول كذا 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 وبيعمل كذا 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 وفي تحرش في الحرم المكي وفي المساله مش سهله يا جدعان، مش سهله ان انا اقول حرم يعني اي حاجه كده وقال فلان وقال علان وهو لاخره وبتاع وكلام يعني. الفكره نفسها لا مش 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 معدوله يعني. وبالتالي انا بقول لحضرتك تاني في الاول والاخر يعني الموضوع مش واقف على صيغه معينه اهو. وانه واضاف اللي هو الشايع انه مهما يكن من امر فان المدينتين المقدستين مكه والمدينه انما يتوجه اليهما المسلمون ابتغاء ما عند ربهم متضرعين اليه لتكفير سيئاتهم ونيل الحسنات، وهم في البقاع المقدسه ابعد ما يكونون عن مثل هذا الخطا الذي تزعمه بي بي سي على فرض وقوع شيء من ذلك، فهو محل المعالجه الحازمه من الجهات المختصه هناك، وعلى فرض الوقوع ايضا فهو نادر ولا يذكر في غضون الملايين التي تتردد على مكان وزمن محدود. يعني مش ممكن يا فندم انا عايز اتحرش بالستات او ما انا اسيب ده لحد ما اروح اعمل عمره او اسيب ده لحد ما اروح اعمل حج او ان انا اقصد ان انا اعمل ده او ان انا في الامور دي لازم يتوضع لها حد. يعني الامور دي لازم يعني انت بتتكلم برضو عن مكه والمدينه وان في حالات تحرش وان في حالات يعني المجرم سايب اماكن فاجره وجاي يتحرش في اماكن مقدسه تمشي ازاي؟ ومع هذا برضو التقرير نزل وبتاع وكلام ده يعني رد شديد شويه من السعوديه، لكن كنت اتمنى ان يخش برضو في اطار يعني الترويع. اقفي عند حدك، عيب اللي انت بتعمليه ده. ما احنا واخدين على مدرسه بي بي سي، كل واحد يقول لك انا متعلم في مدرسه بي بي سي، انا متعلم في مدرسة. ده طلعت فراشه مش مدرسه. يعني طلعت دي عامله مش مدرسه. أنا آسف يعني مع احترامه وتقدير العاملين، اللي أنا أقصده إنه المسألة لا بتنزل مش بتصعد. فما عادش في مدارس النهارده، كل واحد بيعمل لأهواء وكل واحد بيعمل بطريقة معينة يعني. في الإطار ده أنا عندي حادثة أدام بتكلم عن المدارس والحوادث وكده.